المرشد الأعلى علي خامنئي أعطى الأمر. إيران تضرب إسرائيل بعشرات الصواريخ البالستية، 80% منها أصابت أهدافها وفقاً للحرس الثوري. جاء هذا الهجوم رداً على مقتل قيادات بارزة من بينها إسماعيل هنية وحسن نصر الله ونيلا فروشان. الصواريخ انطلقت من 7 مدن إيرانية باتجاه إسرائيل وفقاً للتلفزيون الإيراني. وقال نقلاً عن الحرس الثوري الإيراني: بعد فترة من ضبط النفس استهدفت إيران قلب الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ وفقاً للبيان. وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن إطلاق الصواريخ جاء بناء على أوامر من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي ظل في مكان آمن منذ الغارات الجوية الإسرائيلية على بيروت التي قتلت نصر الله الأسبوع الماضي. على الجانب الإسرائيلي، المتحدث باسم الجيش دانييل هاغاري قال إن هذا الهجوم خطير وسيكون له تداعيات، فيما كشف أن الهجوم الصاروخي الإيراني انتهى وبوسع الناس مغادرة الملاجئ. من جهتها، كانت الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من استعدادات إيرانية مكثفة لإطلاق هجمات، مشيرة إلى نقل منصات إطلاق صواريخ نحو مواقع قريبة. وتوقع مسؤولون في البيت الأبيض والبنتاغون أن تستهدف إيران مواقع عسكرية وحكومية في إسرائيل وليس مدنية، مما يشير إلى نية تجنب التصعيد المفرط. في ضوء هذه التطورات، تستعد إسرائيل للتعامل مع أي تهديد جوي جديد. دانييل هاغاري أكد أنهم تعاملوا مع التهديدات الإيرانية سابقا وهم على استعداد لردع أي هجمات مستقبلية، فيما وعدت أمريكا بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها. التصعيد الحالي يضع المنطقة أمام احتمال اندلاع صراع أكبر قد يجذب تدخلات دولية وتأثيرا كبيرا على الاستقرار الإقليمي.